بسم الله الرحمن الرحيم. جماهير شعبنا الصامد الصابر المنتصر داخل وخارج السودان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب لي اليوم أن أزف إليكم جميعا أحر التهاني وأطيب الأماني بعيد الفطر المبارك، سائلا الله عز وجل أن يعيده علينا جميعا بالخير والبركات وعلى وطننا الغالي بحلول السلام الشامل وبالأمن والازدهار والرفاهية، وأن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال. قد واجهنا خلال هذا الشهر الكريم المبارك العديد من الأزمات والمصاعب، وعلى أبرزها تزامن الشهر مع الانتشار الوبائي لجائحة الكورونا التي ضربت العالم بأثره، والإجراءات الوقائية للحد من انتشارها والتي فرضت عددا من القيود القاسية على حياة المواطنين ومعيشتهم. وهنا أدعو الجميع إلى مواصلة الالتزام بالإرشادات الوقائية لوزارة الصحة والحد من التجمعات والحركة غير الضرورية، لنستطيع أن نعبر بأمان خطر هذه الجائحة وآثارها المدمرة على صحة شعبنا. لقد عملنا في الفترة الماضية وبالشراكة مع أجهزة الحكم الانتقالي والقوات النظامية المختلفة ولجان المقاومة ولجان الخدمات والتغيير على ضمان توفير السلع التموينية الضرورية للمواطنين، وهو الأمر الذي لا تزال تواجهه بعض المعوقات والصعوبات التي نعمل على حلها، ووضع الأسس لشبكة ضمان اجتماعي عادلة وفاعلة ودائمة. ونحن نعلم أن البدايات دائما ما تواجهها الصعوبات، ولكن سنعمل بكل إصرار وثقة على تحديها ومواجهتها وتجاوزها. اتسم شهر رمضان هذا العام باستقرار جيد للإمداد الكهربائي، وذلك نتيجة لخطة الطوارئ التي وضعتها الحكومة ونفذتها وزارة الطاقة والتعدين، وهي الخطة التي نعمل على استمرارها في تأهيل البنية التحتية لقطاع الكهرباء وزيادة إنتاجيته، ليستمر الإمداد الكهربائي بشكل مستقر على الدوام في السودان. كما لا يفوتني الإشارة إلى النجاح الكبير للموسم الزراعي وخاصة محصول القمح، وهي ملحمة كان أبطالها المزارعين الكادحين في المزارع والحقول الذين حققوا إنتاجية غير مسبوقة. فاجعلنا نأمل ونعمل على الاكتفاء الذاتي من القمح في المواسم المقبلة. جاء تطبيق الهيكل الجديد للأجور في الخدمة المدنية ومؤسسات القطاع العام، والذي شهد زيادة فاقت 5 أضعاف للمرتبات الشهرية، بدأ تطبيقها منذ هذا الشهر كأحد الإصلاحات الجذرية التي عملت عليها الحكومة من أجل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين ومنح موظفي الخدمة العامة ما يستحقونه من تقدير يعينهم على أداء واجباتهم في تقديم الخدمات العامة للمواطنين على أفضل وجه ممكن من الأداء والكفاءة. مواطنينا الأعزاء، لقد شهدنا في الفترة الماضية ظاهرة سالبة وقبيحة، وهي تعدد الاعتداءات على الكوادر الطبية، وهي جريمة بشعة خصوصا في ظل هذه الظروف التي تقف فيها كوادرنا الصحية في خط الدفاع الأول عن الوطن وصحة المواطنين في مواجهة انتشار الجائحة. وأنا إذ أتوجه بالتحية للكوادر الصحية والطبية، أعيد تذكير الجميع بأمر الطوارئ الطبية رقم 1 الذي يشدد على العقوبة المغلظة للاعتداء على الكادر الطبي. وقد قمت بتوجيه السيد وزير الداخلية وكافة الأجهزة الشرطية والعدلية بضرورة توفير الحماية للكوادر العاملة في المجال الطبي والتعامل بالحزم اللازم مع مرتكبي هذه الاعتداءات وفق إجراءات الطوارئ المعلنة. شعبنا الصامد الصابر المنتصر، أيام معدودات تفصلنا عن الذكرى الأولى لمجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة في 6 يونيو من العام الماضي. وهنا لا بد لي
أن أعيد التأكيد على الضرورة الحيوية القصوى لضمان تحقيق العدالة والمحاسبة ضد مرتكبي هذه الجريمة. فشهداء وجرحى ثورة ديسمبر المجيدة هم الأبطال الذين رسموا خارطة الطريق إلى المستقبل بدمائهم الزكية وتضحياتهم الباسلة. وكما أتوجه بالتحية لجمعية أسر شهداء ثورة ديسمبر والتي نهضت كفاعل اجتماعي مؤثر وكالعنقاء من بين الرماد وبارقة أمل من وسط العتمة لتقول بأن شعبنا لم ولن ينهزم وأن طريقنا نحو السودان الحرية والسلام والعدالة معبد ببسالة شعبنا ووحدته وإصراره على تحقيق أهداف ثورته وبناء دولة التنمية والديمقراطية. مهما كانت التضحيات أسمحوا لي أن أحيي بهذه المناسبة ذكرى كل الشهداء وعلى مر تاريخ بلادنا وفي كل أنحاء الوطن والذين سقطوا وهم يدافعون عن شعارات الحرية والسلام والعدالة. وهنا نؤكد أننا عازمون وجادون في المضي قدما في تحقيق هذه الشعارات مستندين في ذلك إلى إرادة شعبنا التي لا تقهر. سنصمد وسنعبر وسننتصر. حفظ الله السودان وشعب السودان الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار. عاش السودان حرا وديمقراطيا وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وطننا 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 باسمك كتبنا رطننا. شكرا شكرا جيشنا الأبيض حد الرد والكون تمدد. يا واجينا اختار علشاننا يا الأفضلكم ما بتتعدى. شكرا شكرا جيشنا الأبيض شكرا لكم جيشنا الأبيض. يا الصابرين عند الله جزاكم فيكم عشم الشعب تجدد. رغم الضيق مدين ايديكم وتحملتوا كنتوا تفرد. شكرا للكادر الصحي. شكرا لدكاترة بجابه الموت وعيونهم سهرانة. كل التقدير للجهود العظيمة التي تقوم بها كوادرنا الطبية والصحية لمواجهة جائحة الكورونا. شكرا جيشنا الأبيض. شكرا جيشنا الأبيض.